اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان. جينا قبل شوي من برا، الحمد لله على كل الأحوال. قلنا قدر المستطاع بنحاول نتبع تعاليم عجيبة غريبة، كل واحد يساوي اللي بده يساويه، صعب نرضي كل الناس. هنقرأ دعاء شفاء لشفاء الناس من جميع الأمراض، هنقرأ دعاء للناس اللي راحوا الله يوديهم أعلى جنات خلد الفردوس. قلنا مهما عملنا صعب نرضي كل الناس، وانا اول واحد لازم اغير من نفسي، من عادات غذائيه، عادات اجتماعيه. ابتسامه صدقه، دائما اقول نحاول دائما نحب الناس كلها، ونحب نحاول نغير قدر المستطاع. هلا هون كمان في عندكم بيض مسلوق مفيد جدا، هذا البيض ننصح فيه، لأنه هو أولا غير أنه مفيد، بعلمنا على التوفير، على الاقتصاد، الغذاء الصحي. لما احنا نكون صحيا كويس بنكون إيمانيا كويس، فدائما نذكر دائما المؤمن القوي، نذكر دائما المؤمن القوي المنفق أفضل من المؤمن الضعيف. يعني مثلا مؤمن آمن بربنا بس ما عنده قوة أو قدرة إنه هو مثلا يساعد الناس، فهو مؤمن ضعيف. أكيد ربنا بده المؤمن القوي، فإحنا من نتميز بكل شيء، بالفلوس، بالمال، بالأسرة، عشان نقدر نساعد غيرنا. انا احب هيك حكيت شخصيا، اذا انا ربي بده يعطيني الصحه ويعطيني فلوس وما اساعد فيها غيري من اهلي ومن اصحابي، الفلوس ان شاء الله ما تجي لي، ما بدي اياها، لانه اساس كل نجاح هو النجاح الايماني. انا اعطي لغيري عشان الله يحبني بالاخير، عشان الله، وانا اسامح غيري اذا الثاني ما سامحني، او هو لما انا غلط كمان، ما هو انا كمان عندي اغلاط، لما انا اغلط وهو ما يسامحني اقول اوف انا سامحت وهو ما سامحني، لا ما علي منه، انا عشان الله بضلي اسامحه، عشان الله بضلي اساعده، عشان الله بضلي احسن له، حتى لو اذاني، حتى لو كان غريب مش قريب، بضلي ادعي له انه الله يهديه والله يشفيه. واحد بيقول لك انت جبان انت بتذل نفسك، انا ما بذل نفسي، بس اكيد هحب الناس اللي بيحبوني اكثر، الناس اللي بيعملوا لي لايكات، الناس اللي بيدعوا لي، الناس اللي اكيد ححبهم اكثر من الناس اللي ما بيحبوني واللي بيؤذوني دائما مهما عملت لهم. ان اكرمت اللئيم تمرد، وان اكرمت الكريم ملكته. اللهم صل، اللهم استغاث، انت تريد انا اريد، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ليس كل ما يعرف يقال، الامام علي تفضل، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله حان وقته، وليس كل ما حان وقته صح قوله. فالدنيا دوارة، الدنيا هاي ولا شيء، اللي مهما كان فيها من زينة ومن فلوس ومن نجاح كله على الفاضي. أهم نجاح هو النجاح الإيماني اللي هو حب الله ورضاه. فإحنا نحاول نحسن، نكون من المحسنين، من المتقين، من المتطهرين، من الصابرين، عشان نكسب هناك جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بال أحد. الله يحفظكم جميعا. ما شفناكم بالعين بنشوفكم بالقلب، ما شفناكم في الدنيا بنشوفكم في الجنة. بنحبكم جميعا. اللهم استعان، اللهم استغاث. تاريخ اليوم مميز لمحاربة نفس أمارة بالسوء ولتشجيع النفس أمارة بالخير. 27/5/2024.